برضو هسأل حضرتك سؤال برضو كتير من الناس احيانا بتسأله، هي الى اي مدى يعني فكرة الوكالات دي مهمة لمنظمات التمويل العالمية او ادوات التمويل العالمية، والى اي مدى بتعتبر فيها قدر من الكريديبيليتي؟ هل هي مصحوبة بالمنظومة الغربية بس وصندوق النقد وكده، ولا لا مش بتقاس بس كده؟ طيب خليني الاول ارحب بحضرتك، اهلا وسهلا نورتنا، ارحب دكتور مصطفى الله يكرمك العزيز. وكالات التصنيف الائتماني كتير قوي بيسمع الكلمه ديت وبنسمع تصنيفات مصر تصنيف مستقر، مصر مستقبليه. ما كانش حد بيهتم بالموضوع ده قبل كده، عايز اقول لك دلوقتي بقينا كلنا لا بورز وستاندرد وفيتش وعارفين بقى خلاص. بص هقول لك على حاجه، هي مؤسسات دوليه بتسمى وكالات التصنيف الائتماني. دورها ايه؟ دورها ان هي بتراقب ثلاث جهات مهمين جدا. هل هتعمل تصنيف للدول ولا تصنيف للبنوك ولا تصنيف للشركات؟ بالظبط. طيب هي بتساعد في مين التصنيفات دي كلها؟ بتساعد الاستثمارات الاجنبيه. النهارده انا مستثمر اجنبي جاي داخل دوله، بشوف الدوله دي تصنيفها الائتماني عامل ازاي. لازم بيبصوا على لازم النهارده جاي اشتري شركه معينه او استثمر في شركه، بشوف التصنيف الائتماني عامل بتاعها ازاي، رايح اخد قرض او هتعامل مع بنك، بشوف التصنيف الائتماني بتاعه عامل ازاي. فاصبح دلوقتي دور التصنيف الائتماني ان هو يوضح لي الصوره كامله قبل ما ادخل. فتخيل حضرتك بقى التصنيف الائتماني دوت لما يكون مديني نظره ايجابيه كويسه طبعا للمستثمر ده، بالناس دي امان يلا نحط فلوسنا. طيب امتى يقول امان وامتى يقول النظره دي ايجابيه؟ هكمل على كلام دكتور مصطفى، فعلا ان هو بيبتدي يبص للناتج المحلي الاجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي، بيشوف حاجه اسمها الجداره الائتمانيه. ايه الجداره الائتمانيه ديت؟ ان هو يشوف الدوله ديت تقدر تسد المديونيات اللي عليها ولا لا، وفي فتره قد ايه، دي نقطة مهمة، وهل سابقه اعمالها قبل كده ان هي سدت الحاجات المديونيات الموجوده عليها. دي مهمه جدا جدا. حاجة تانية مهمة قوي بيبص عليها برضو التصنيف الائتماني، الدخول والخروج للفلوس. اي مستثمر قبل ما يفكر يستثمر في اي دولة بيفكر هيتخرج ازاي، ودي النقطة الاهم من الاستثمار. سرعة التخارج. النهاردة انا هدخل بدولار، هل لما هاجي اخرج بالدولار هعرف اخرج بيه ولا لا؟